البعاتي الحي والبعاتي الميت، أو حمدوك وحميتي، أو أحمد وحاج أحمد. طبعا الاثنين ما فيهم حاج أحمد، لأنه حاج أحمد فيه زيادة شوية، فيه طغوة وفيه تدين وفيه التزام وفيه يعني إنه الرجل الحاج ده دايما يعني قضى الفرض عليهم. لكن أنا رسالتي دي أنا أوجهها للشعب السوداني، وأصلا أفهموها بالراحة والبفهمة واقتنع بها انشرها، والما بيفهمها او الما مصدقها او الما مقتنع بالراي برضه ينشرها. هسه انا داير اسال السؤال لك، الفرق بين حميتي الميت وحمدوك الحي، لا نعرف الفرق شنو؟ يا جماعه اذا كان عندك طرمبه، طرمبه بتاع الضخر بالشيل الصرف الصحي ده ترمي برا، واحدة ربطتها وما شفطت اي حي، هي قاعدة برا شغالة، والطفح في حالته والبلاعات دي في حالتها شغالة، بس لكن ولا لتر واحد ما شفطته رمته برا، ومضخمة خطوطة في المخزن. الفرق بيناتهم شنو؟ ده يا جماعة حميتي وحمدوك. أنا والله الشيء المشمئز ليه والزعلان فيه والخجلان عليه إنه الخبير الأممي المؤسس اللي إنه كان الشباب ولجان المقاومة دائما تقول لك شكرا حمدوك، شكرا حمدوك، دي الندمان عليها والمتأسف بالنسبة له للشباب المقاومة ولجان المقاومة والثوار، لما يجي يقول لك شكرا حمدوك. حمدوك اللي ما احترم ولا غدر ولا رد الجميل، أول ما البرهان غالوا أو هو استغال دي ما فارقة معي، المهم انا الفارق معي انه حمدوك اول ما اغالوه او استغالوه او ضايقوه او طردوه لم يعير اهتمام لجان المقاومه ولا جميع الذين كانوا يقولون له شكرا حمدوك اهتماما. طوال طلع مشى وين؟ وانتم عارفين الباقي سلامتكم. من يوم ما طلع الراجل صامي صمت الغبور، بطارية بايظة، الرجل ما مشحون، البطارية بتاعته بدون مؤاخذة مطلعة كربون على الجنبة، لغاية ما شحنوه عملوا له ريسيتنج وشحنوه وشحنوه وشغلوا له جنريتر، حتى بعدك لو تتذكروا يتحرك، يتحرك بعد شنو؟ بعد ما البعاتي الميت نفذ البرنامج حقه. ما هم الناس دي الاثنين عندهم برنامج مخطط لهم، انت تضرب او انت تبقى قائد الجيش، او بعد ما الجيش يتهيكل بعد اذا ما تم الكلام ده تضرب تستلم السلطه، يجي ده رئيس وزراء وانت تبقى قائد الجيش. شوف الوهم ده، برنامج مخطط للاثنين، للبعات الميت وللميت كالحي او الحي كالميت، يعني للمضخه في المخزن والمضخه الشغاله اللي هي شغاله فقط صوت. فدي كلامي ده كله دي مقدمه، خلونا نجي للمؤتمر بتاعهم ده العولو امس، اول امس. والله انا يعني خجلان انه دول العالم
بتعمل رجال من السودان، فيهم واحد خبير أممي، فيهم واحد عنده أموال وترسانة مالية، إمبراطورية مالية وشركات ضخمة، وبيتعامل مع يلعبوا بيهم العالم، يحركوهم زي أرخاخ الشطرنج. يؤسفني واحد ميت، واحد ميت يلعبوا بيهم، يعملوا مؤتمر صحفي، يا واحد يعملوا ذكاء اصطناعي، واحد يعملوا ذكاء طبيعي، واحد يعملوا ما اعرف شنو، ويسلموا على بعض ويدبليوهم مع بعض. يعني للاسف الشديد البعاتيين، البعاتي الحي والبعاتي الميت، للاسف الشديد زيهم وزي ادوات البروجيكتر، واحد كاميرا، واحد شاشة، واحد يعكس الصورة، وشغالين يركبوا الفيشة في الكهرباء يشتغلوا، يطلعوا الفيشة يطفوا، يجيبوا فوم البرنامج، يجيبوا الفيديو. يعني أنا خجلان والله، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، أنا ما خايف من أي ضرر أو أي تأثير لتحرك الميتين دول الاثنين، والله وأتباعهم. والله السودان إذا كان إنه دي معارضته أو دي أصحاب القضية بتاعته، وإن كان زي الميتين البعاتيين، البعاتي الحي والبعاتي المغبور، إذا كان ديل هم بأثروا على السودان ومسيرة السودان ورجال السودان وجيش السودان ومواطن السودان والشعب السوداني، والله والله باطن الأرض خيرا لنا من ظهرها. أرخاخ شطرنج، رخ شطرنج يا حمدوك، يلعبوا بك وانت الخبير الأممي والدكتور في الاقتصاد والاستعان بك وزارة المؤتمر الوطني النظام السابق، أنت الذي عقد عليك أبناء السودان ولجان المقاومة يا حمدوك، وكانوا يكركوا شكرا حمدوك، اليوم تضع يدك في الذي يختال أسرهم أماتهم، الذين كانوا يقولون لك المؤسس، الذين كانوا يقولون شكرا حمدوك، هل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنا والله أطمن الشعب السوداني، وأطمن جيشنا، وأطمن المواطن السوداني. هذا المواطن يعني الذي توشح بنسائم الحرية أول أمس، وطلع في كل أصقاع السودان يعني مقدما الاستفتاء على نبذ هؤلاء وطردهم. معقول؟ معقول المؤسس بتاعنا يا جماعة، المؤسس الدكتور عبد الله حمدوك، الخبير الأممي، الخبير المالي، الاقتصادي، المعقود على الآمال، معقول يا جماعة يخوت يده في يد واحد غاتل ومقتول؟ معقول يا جماعة؟ هل عغمت حواء السودانية على هؤلاء؟ هل معقول يا جماعة؟ هل معقول يا جماعة علماء الاقتصاد في العالم، الدكاترة في مجال الطب في العالم، العلماء الساسة، اللهم أرحمك يا دكتور عبد الله الطيب، اللهم أرحمك يا أبو السن أخصائي القلب والكلى، اللهم أرحم الدكتور حسين أبو صالح، اللهم أرحم المشير الراحل المقيم سوار الذهب. هل معقول؟ هل وصل السودان إلى هذا الدرك من سوء الأخلاق ومن الفشل ومن اللاوطنية ومن الارتزاق ومن الخيابة؟
أن يكون هؤلاء الذين يتولون قضيته وقضاياه. قال تقدم، قال تقدم وين يا أخي؟ أنت يا حمدوك المفروض تقدم دي ما تقولها. أنت رجل جيت قعدت رئيس وزراء سنتين، لم تقيم ورشة لحل مشكلة اللقيمات. اللقيمات بس ست الشاي، دي ست الشاي انت ما قدمت لها. انت ست الشاي يا عبد الله حمدوك جيت عملت لها القوم للسودان. يا عبد الله حمدوك وين الناس اللي قاموا معاك للقوم السودان؟ يا عبد الله حمدوك عيب عيب، هذه ليس اخلاق السودانيين يا اخي. بس عيب عيب يا عبد الله يكون ها عيب. اقول ايه؟ والله انني اتغزز يا اخي. شرف الجواز هذا، الجواز السوداني هذا، يا صقر الجديان ده يا عبد الله حمدوك، هل معقول ترد عليه بهذه الافعال؟ معقول يا دكتور عبد الله حمدوك تدفن شهاداتك وتأهيلاتك وعلاقاتك والخبرة الأممية والاقتصاد في الزراعة وده كله تطبقه يا عبد الله حمدوك بدون مؤاخذة وترمي على ظهرك ويكون غائدك ويكون مسؤولك ويكون كبيرك حمدتي؟ هل أنت مقتنع بأن العالم مقتنع بهذه الأشياء؟ هل عبد الله حمدوك، هل يعني اقول ايه عبد الله حمدوك؟ بالله كده اسال اصحابك في الامم المتحده وزملائك ورصفائك واخوانك، بالله اسالهم قول لهم يا جماعه اتجسسوا لي كده، الكبار بتاع الامم المتحده دي المقتنعين بانه حميد كده ممكن يكون غايد بالنسبه لي؟ بيضحكوا عليك دي البرمجوك، دير ربطوا فيك شريحة معينة، شريحة معينة بتأدي غرض معين، وركبوا الشريحة ومسكوا الريموت كنترول. والله العظيم يا عبد الله حمدوك، عبد الله حمدوك انا اسالك سؤال، انت قد ايه طيلة فترة وجودك في الأمم المتحدة؟ أكيد بكون عندك علاقات مع بعض الشخصيات الكبيرة أو الإدارات أو الأقسام، سواء كان في مجال الأطفال، اليونيسيف، حقوق المرأة، أي شيء إن شاء الله، حقوق المثليين. قدمت لأهلك شنو؟ أهلك، منطقتك يا أخي، مدرستك يا أخي عبد الله حمدوك. أسمعني أنا، اللي قابلك ده قالت لي في مدرسة سحيقة جدا 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 بعيدة في الريف، والله مشيت سنة كاملة بدرس فيها، والله سنة كاملة بدرس، والله أقسم بالله انا خريج هندسه، اقسم بالله. ما انا قابلتك في السفاره وقلت لك اشتغل معاك في البنيه التحتيه، لكن انت ما كان هدفك السودان. اللهم انا بختم الرساله دي للشعب السوداني يا جماعه، يا الشعب السوداني، والله وطالله واقسم بالله عبد الله حمدوك ما عنده حاجه للسودان، بيان بالعمل يا جماعه. الراجل ده حاكم قول سنه ونص يا اخي، قول سنه، السنه بتاع سوار الذهب. الراجل ده هل عمل مؤتمر اقتصادي مستفيدا وجامعا اخوانه وزملائه في دول العالم، كان في الدول العربية او في الدول الاجنبية او في الدول الافريقية؟ حصل جاء عمل ورشة كده وشخص المشكلة؟ هل قدم رؤية او يعني اقول ايه قرارات او لايغاف تدفق ونهب وثروات السودان الاقتصادية من الذهب والمحصولات يا أخي الرجل ده مصر، دي مصر 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 اللي بتشيل الحبوب الزيتية وبتشيل اللحوم وبتشيل الفحم وبتشيل القطن. هل معقول عمل ورشة لوضع العربة على القضيب، عربة الاقتصاد؟ الرجل ما خبير، الرجل ما مؤسس، ده لو عنده حاجة للسودان يا جماعة. الرجل ده ما عنده حاجة، الرجل ده عنده برنامج معين، الرجل ده انتهز فرصة قبول المؤتمر الوطني له. العالم كله استغل الحتة دي، والعالم استغل حتة انه لجان المقاومة كان بتقول شكرا لحمدوك، واستغلوا الحتة دي لانه الشعب السوداني هو اللي اكتشف حمدوك واكتشف المؤتمر الوطني قبله. ويلا العالم ده ما هو عاوز له اي دمية عليها اجماع
يا جماعه توم جيري ليش مستمر فتره طويله؟ لانه عليه قاعده كبيره وحاضن عليه اجماع. ما توم جيري ما عنده حل ولا عنده مشكله، عنده لهو فرح ولعب بس. فهم عاوزين لهم دميه، عاوزين لهم الرجوز عليه اقبال. وقسما بالله العظيم، وقسما بالله لو جاء البشير بكره، لو جاء البشير بكره والبشير رضخ لتنفيذ اجندتهم واعمالهم لدين، اقسم بالله الا يريسوه ويدوا مغاليد البلاد. اقسم بالله لو الان البرهان ركع وخدت يده ونفذ لهم برنامج، اقسم بالله البرهان سيكون رئيس جمهورية السودان غسما عظما. الراجل ما اختاره عشان مؤهلاته ولا عشان اجماع عليه، عشان مؤهلاته وعشان خبرته وعشان حنكته الاداريه. الراجل ما عنده حاجه يا جماعه. الراجل ده وين قبل المؤتمر الوطني؟ قبل المؤتمر قبل الكيزان، قبل الفلول ما يكتشفوه ويطلعوه من بين اكوام النفايات كان وين؟ يا جماعه ما تخلونا نتكلم بالمنطق. فالراجل ما عنده حاجه للسودان. الراجل ربطوا فيه شريحه، عنده غرض معين، عنده برنامج معين بينفذه، ما عنده حاجه. اسيدي بكره لو جيتوه بقى رئيس وزراء واديتوه السلطه دي مديناها له، ما حيقدم حاجه. يا اخي دول ما بيحترم الشعب السوداني، ما بقدره. يا اخي عملت النفره، عملت القوم للسودان، الناس دي وقفت معاك، ابتدعت لك تفجير كاذب وقفت معاك. داير 350 مليون دولار تديها الامم المتحده غشاك، ادوك ليها، سموك المؤسس، قالوا حمدوك، قالوا شكرا حمدوك. تجي يا اخي تجازيهم، تقول يا اخي نحن رفعنا البنزين عشان ما الواحد يمشي يشرب شاي مع اهله. يا اخي ده يا جماعه ده اي عقليه هذه؟ هل هذا المؤسس؟ هل هذا الاقتصادي؟ هل هذا الخبير الاممي؟ هل يعقل؟ هل يعقل؟ انت جيت على طول اول حاجه مشكله السودان مشكله اقتصاديه، انت وكلت لها منو؟ اديتها لمنو؟ حميتي؟ حميتي ده ما عندنا. نحن حميتي ده ما عندنا، الكفر ده ما عندنا نحن. الكفر ده عندنا، لكن الكفر ده مقاسه ما بيركب على المشكله، ما بحل المشكله. ما عندنا يعني. انت هسه جيت اكتشفك المؤتمر الوطني، انت جيت اكتشفت لنا حميتي، يعني اديته لنا الرئيس الاليه الاقتصاديه. الاليه الاقتصاديه مش اللجنه، الاليه. الاليه هي شنو يا جماعه؟ انتوا تعرفوا الفرق بين الاليه؟ وعارفين كلمه الاليه لما نقول الاليه اللي هي الاليه الرؤيه. الاليه يا جماعه رؤيه، يقول لك اليه تنفيذ الاتفاق. كيف تنفذ الاتفاق؟ لما انت خدت لك واحد امي رئيس اليه اقتصاديه وانت خبير اقتصادي، وانا الكلام ده قلت لك، قلت لك اعتبر السودان ده شركه خاصه، اختار لك عناصر كفاءه عاليه جدا دون النظر الى الحزب او السياسه او الاقليم او المنطقه، يقودوا معك حل مشكله الازمه السودانيه لانها ازمه اقتصاديه. احنا ازمتنا ولا الدين ولا العلمانيه ولا الشيوعيه ولا البعثيه، نحن جعانين. جعانين يا المؤسس، جعانين يا الخبير الاممي. يا الخبير الاممي ونناقش جذور المشكله، ونناقش وسنعبر وسننتصر. وين عابر؟ تعبر بشنو انت؟ انت بتعبر بشنو؟ بشوار الصوف؟ انت في زول بيركب شوار الصوف في البحر في المياه؟ الصوف يا ابن الحلال بيشرب المياه وبيبقى تقيل وبيغطس بك وبغرقك، وغرقتنا وغرقت الدنيا ذاتها. انت تعبر بشنو؟ قال نعبر. قال انت منو؟ الخاتي لنا رئيس الاليه الاقتصاديه حميتي، وقال لنا تقدم. تقدم ما تتكلم. قدمت شنو لمدارس الضعين؟ قدمت شنو لاهلك؟ ورينا قدمت شنو للمدارس؟ اليونسيف قدمتها من خلال شنو؟ بحكم علاقتك مع الامم المتحده، انا بقول بحكم العلاقه عشان ما يجي واحد يقول لنا هو كان مزول منه. ورينا قدمت شنو انت؟ انت ورؤساك الافارقه الان اللي بيستقبلوك.
انت والرئيس الاثيوبي لمستقبلك. قدمت شنو؟ كان في الامم المتحده؟ اكان في منطقتك؟ اكان لما كنت شغال في السودان؟ ورينا قدمت ايه؟ انت لعيالك ما قدمت حاجه، ما في خير لعياله، ما في خير لغيره. خدت يدك مع القاتل يبرمجوا فيك العالم؟ انت لازم بتخدع نفسك انك بكره حنعملك رئيس وزراء؟ انت رجل دميه، انت توم اند جيري، انت تحركهم فيك بالريموت كنترول. تتخيل عقلك المريض؟ انت اكتشفناك. نحن جبناك لاعب محترف في كرة القدم، طلعت لنا كرة بتاعت كرة يد. هاي حتى كرة اليد ما بتعرفها. انا بطمن الشعب السوداني، بقول له سيروا وعين الله ترعاكم، ويا قوى الشعب المسلح احنا معكم قلبا وغالبا، وانه هؤلاء اعتبروهم طنطنة باعوض.